عامة، وإلى الشيخ ضاوي بن محمد بن منيس البقمي. من كلمات الشاعر عبيد بن عايض أسمي، ومن أداء عايد الطشر. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. أعظم هدايا للهدايا لهدايا لا جاءت بين أهل الوفا والنوامس، من ناصر ثنيان جزل العطايا يا جعل تفداه الوجه المفالس، من عزوة لقى نهار الحمايا عدوهم العاش عاش بكوابس. أمجادهم ما هي مجرد حكايا، ما تنحصر بقلام وسط القراطش، أهل الوفا والشعر وأهل المطايا واقع لهم مشهود ما له كواليس. يستاهلون المدح وزكاة التحايا، لا قلت شهرا الحرارة القرانيس، مهداه المشرف سهم المنايا مقدم أهل الشيخ ضاوي بن منيس، اللي غلاه وسط عوج الحنايا أغليه من طبه بعيد المرامس. جده يا ما سوى عظيم السوايا، يوم نضيان الحرايم مقابس، أفعالهم تتعب عقول الروايا، آلات سامي طب من غره بلس، طبه على كبده نحط الكوايا، راس الخطر بقدام ربعي يا مادس. نارد من البقوم أهل الصطر والدهايا، إن قلت لك شيخان وإن قلت فرس، فرسنا تنطح جموع وسرايا، مر صباح ومر مسرى الغطالس. وبطي من أهل الطيب جزل السجايا، طيبه مثبت من على الجد تاسيس، خل القباي النعم مرضى الخطايا، تقديرهم ومجادهم ما لها قيس. معانقة مكتن تعلى منايا، يقول أهل يوم عبر بحاسيس، ما قالها من شان ضحك الثنايا، قلبه هوى الجزلة مثل ما هوى قيس، اللي هوى ليلة ما بين البرايا، ما جاب غير الجزل كبال هرامش. أرضي